Sports. It's in the game. سيداتي نساتي سادتي، هذه تحياتي من ملعب المباراة مع هذه الأجواء الجميلة والطقس المثالي. معكم فارس عوض من كابينة التعليق وسعيد بالتواجدي معكم. اليوم موعدنا مع مباراة ضمن منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت فريق سيتي في مواجهة تروغانز. مباراة متوقع منها الكثير، فيها الكثير من الطموحات والآمال أيضا، ونأمل بأن تكون هذه الطموحات هي بوابة الأداء القوي والجميل في الملعب حتى نستمتع بالمباراة. سيسوكو، كرة تعود إلى كومان. كومان، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. سيرجي جنابري، فدائية كبيرة في هذه اللقطة. شوف اعتراض الكرة، عمليات الأحماء من جانب البدلاء. واضح المدرب يفكر في شراء بديل في هذا التوقيت. ماركو رويس، قدر ليسجل 49 هدف حتى اللحظة مع ناديه، واليوم إذا سجل سيصل إلى الرقم 50. لكن في رأيي في هذه المباراة صعب أن يسجل بعض الشيء، ولذلك بنظر لظروف هذا اللقاء ومستوى أيضا المنافس. أنطوان غريزمان، الكرة تصل لغريزمان، فرصة متاحة للعب العرضية. رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. تحت الضغط الآن، بمر فيها بعدي. ما زالت الكرة خطيرة، والكرة في المرمى بكل سهولة بدون أي مضايقات. يضع الكرة في المرمى الخالي. حسام عوار، بول بوكبا، ألفونسو ديفيز، وصلت لويسام بن يدر. بينية جميلة،
راحت للفريق الخصم، انتهت خطورتها. سيسوكو، تيو هيرنانديز، تصل إلى جنابري، تمريرات في منتهى الروعة. كومان، ماذا سيفعل الآن؟ ممكن جول، حطها في مكان. يا لعيب يا لعيب، الكرة في المرمى. أي لعبة، أي نهاية، هدف في منتهى الروعة. أنطوان غريزمان، انطلاقة هجومية من سيتي. ألفونسو ديفيز، بتصل إلى كومان. الفريق يواصل الاحتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة للتقدم. سيرجي جنابري، مجهود قبل الهدف، الضغط العالي هو السبب الرئيسي في هذا الهدف. استخلاص الكرة، مجهود كبير، ضغط مكثف، نهاية تأتي، فرحة لا تنتهي. كومان، أنطوان غريزمان، حسام عوار، تدخل واستخلاص الكرة خطيرة. ماركو رويس، تدخل غير قانوني من نظر حكم المباراة. الفريق المستضيف الآن يلعب على مصيدة التسلل. ماركو رويس، يا عيني على الكرة البينية من ماركو رويس. كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. كومان، تحرك هجومي من سيتي، إمكانية للتسديد، مستحيل. الكرة، كرة بترتد من القائم. حسام عوار إلى وسام بن يجار، سوء حظ كبير في الكرة الأخيرة، اعتقدنا بأنها في المرمى لكن العارضة تدخلت ومنعت الكرة. ماركو رويس، سيسوكو، الآن وصلت لماركو رويس، يقطع الكرة في مكان خطير. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، يستخلص الكرة وينهي المحاولة. ضغط ناجح في الأمام، الكرة داخل المرمى، هدف يأتي بعد عمل كبير. أي ضغط مثالي، أي ضغط عال يولد هذه الأخطاء ويجعل الفريق يستعيد الكرة سريعا. كومان، ملعوبة إلى كومان، بتصل إلى كومان، يتناقلون الكرات بخفة بسرعة بدون أي مشاكل. سيسوكو، ألفونسو ديفيز، ماركو رويس، الله على الكرة، تجاوز فيها بشكل سليم. يا رب، من يستطيع إيقافه الآن؟ يسجل بكل الطرق، يسجل من كل الفرص، مباراة غير عادية، أداء أسطوري، هاتريك مستحق اليوم، الله على الهداف. بول بوكبا، الكرة تصل لغريزمان، سيتي يبحث عن طريق المرمى، كرة هدف الآن،
والكرة في المرمى من وسام بن يزار أمام المرمى، لا يهدر هذه الكرات، يحجق تسجيلها بكل تأكيد. بهذه الصورة صافرت نهاية الشوط الأول تنهي الأحداث. لا نعود مع حضراتكم مع انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة، ولتقع ضمن إطار منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. وسام بن يدر، ملعوبة إلى بن يدار، في تحسن في الأداء وبشكل واضح وفي فرصة للعودة. اعتراض ناجح للكرة، مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. كومان، فقدها كومان وتحول الاستحواذ للفريق الآخر. ملعوبة إلى كومان، ماركو رويس، أصحاب الأرض الآن يتجهون إلى خطة كشف التسلل. كرة لا تشكل أي خطورة لحارس بقيمة مانويل نوير. كانتي، برونو فرنانديز، لورينزو إنسيني، محاولة تقليص الفارق، ممتاز التصدي من حارس المرمى، تنفيذ جيد للضغط العالي. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. كومان، سيرجي جنابري راح الاستحواذ. بدون أي تركيز، شوف لعب التمريرة إلى خارج الملعب. ماركو رويس، كومان، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. لورينزو إنسيني، كرة بينية جميلة من كريزمان. مستحيل، هل نشهد المعجزة هنا؟ الفارق أصبح هدفاً وحيداً الآن. العودة تقترب والمباراة تشتعل. أنطوان غريزمان، وسام بن يدر، الكرة تصل لغريزمان، بينية تمر من الدفاع، حلوة الكرة البينية، وسام بن يدر تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. إنسيني، الله على هذا التصدي. استمع إلى أصوات الجماهير ترتفع في هذه اللحظات، تشجيع الفريق للعودة في النتيجة. فرصة كبيرة للتعادل، يا الله، هدف التعادل، هدف العودة، هدف القسمة يا رب على هذه الكرة. تعادل كبير، 4 أهداف لكل فريق، 8 أهداف كاملة في هذه المباراة. ما زالت الكرة عند ماركو رويس. ألفونسو ديفيز، ملعوبة إلى جنابري، تمريرات جميلة. كومان، سيرجي جنابري، وسام بن يدر، حكم يقرر إتاحة الفرصة بعد هذا التدخل. مهارة كبيرة في التمرير، برونو فرنانديز،
ملعوبة إلى فينالدوم. وسام بن يقدر إبعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. أوه حققوها، اكتملت العودة، قلبوا الطاولة. أي جرينتا، من كان يتوقع كل هذا من بعيد؟ لكنهم عادوا من بعيد من بعيد. كرة بتروح من جانب تروكانز، مساحة موجودة على الأطراف. وسام بن يقدر يقطع الكرة في مكان خطير. استعراض بالكرة من ماركو رويس، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. لورينزو إنسيني تصل إلى فرنانديز، مرة أخرى إلى كريزمان. مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. بن يقدر لاعب لا يتوقف ولا يرحم ولا يكتفي ولا يعرف سوى التسجيل. اليوم ينفجر ويسجل الهاتريك. مباراة غير عادية يقدمها اليوم، لا يرحم أمام المرمى، يوقع على 3 أهداف، بطلوا الهاتريك في لقاء اليوم. نتيجة من الصعب تصورها في هذه المباراة، 10 أهداف، 6-4. نلعب الآن في الدقائق 8 الأخيرة من عمر المباراة. ما في مساحة، ما فرصة، الواحد على واحد الآن. تخرج إلى ركلة ركنية. ركنية بتلعب قصيرة. وسام بن يقدر، بن يقدر أمام الفرصة. الله على كرة، استخلاص وتدخل ممتاز. نستأنف اللعب الآن مع رمية التماس. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. إنسيني، فرصة هدف في هذه اللحظات. يا الله كم ممكن تكون هدف. الله بيعدي فيها فرصة الآن. هدف جاء بعد مجهود كبير، ضغط عالي ومنظم، فريق يتحرك ككتلة واحدة، تكتيك رائع. هدف يأتي ليقلل المجهود بالنسبة للفريق بالنجاح. سيرجي غنابري بيلعبها في مكان. الله الله الله، على الكرة، على التعامل، على الأناقة، على النهاية. يا عيني عليك، يا عيني عليك. على الرغم من أن الهزيمة قاسية نوعا ما، لكنهم يسجلون هدفا في هذه اللحظات، هدف شرفي لا أقل. تنطلق إلى صفة نهاية المباراة مشاهدينا، معلنة فوز أصحاب الأرض اليوم.